عليكم. ضبطت عناصر الضابطة قضائية بمزنقة إمام مسجد سابق رفقة خليلته بشبهة الخيانة الزوجية والمشاركة داخل محل تجاري بمزنقة يستغله مشتبه فيه لبيع العسل والأعشاب. الخبر أوردته يومية الصباح، حيث نقلت عن مصادر وصفتها بجد مطلعة أن مشتبه فيه الذي تعرض للطرد من قبل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ينتمي إلى جماعات إسلامية وطرد بسببها من وظيفته إماما لمسجد بجهة سوس، مشيرة إلى أن إيقافه جاء بعد التوصل بمعلومات تفيد وجوده بمعية امرأة داخل محل تجاري تم إغلاقه من الداخل. وفي تفاصيل الواقعة، ذكرت ذات المصادر أن فرقة أمنية انتقلت إلى عنوان المحل بأحد أحياء مدينة بوزنيقة والمسمى عايدة ليتم إرغام مشتبه فيه على فتح المحل من الداخل، حيث تم ضبطه متلبسا بالفساد مع امرأة في سدة المحل التي كان بتجهيز أو التي قام بتجهيزها للغرض، ليتم حجز المجموعة من الأدوات التي تم استعمالها من قبل المتهمين كوسائل إثبات الواقعة، إضافة إلى حجز مبلغ 10,000 درهم قدمها المعني كرشوة من أجل التغاضي عن الواقعة.